الخبر ده الحقيقة يعني كنت على اتصال من شوية بأحد الشخصيات الهامة في نادي بيراميدز يعني، وسألته طيب هو رمضان ماشي، رمضان رايح الزمالك، رمضان صبحي، مصدر مقرب أكد أنه رفض بشكل قاطع التفاوض مع نادي الزمالك، وقال للوسطاء اللي فتحوا معاه الموضوع بأنه لاعب على يعني على قوة بيراميدز لحد 2027، وقال لمسؤولي بيراميدز لو الزمالك فتح التفاوض معاه أنا مستمر مع الفريق، وإن أنا يعني بكل الاحترام طبعا لنادي الزمالك، وإن أنا مكمل في نادي بيراميدز. خلي بالك بس عشان ما تطلعش تركب على الخبر ده أخبار إن شوبير بيلمح إنه رمضان اقترب من النادي الأهلي خالص. ولا قلت كده ولا هقول كده، أنا عن أهو عن نفسي أهو في قناة النادي الأهلي أنا بحب رمضان صبحي. عشان بس تبقى القصة واضحة. أزعل منه أغضب منه ده حقي طبيعي يعني، لكن كلاعب أنا بحب رمضان صبحي. لكنه هو قراره إنه هيكمل في بيراميدز. وقراره إنه مش هيروح نادي الزمالك، ده قرار رمضان صبحي، وأنا ما أقدرش أقول غير كلمة واحدة. آه يعني بس.